نواصل مع شرح المسألة الرابعة في المحور الثالث الذي بعنوان Velocity Analysis، ومطلوب هنا حساب الـ Angular Velocity of the Connecting Road. مباشرة من خلال الـ Velocity Diagram نقوم بقياس المسافة أو الـ Vector BP، وهو يرمز إلى سرعة الـ P بالنسبة لـ B تساوي 6.8 متر per second. مباشرة نعوضها في قانون WBP تساوي VBP تقسيم المسافة BP تساوي 3.4 radians per second anti-clockwise. أما بالنسبة للـ velocity of point E on the connecting road، هنا الـ point E مسافة تفصل من الـ E إلى الـ P تساوي 1.5 متر، 1.5 متر. فبالنفس الريشيو اللي بين المتر ونص والمترين ما بين البي والبي، بنفس الريشيو نضع النقطة E هنا في الـ velocity diagram، ثم نربط النقطة O بالنقطة E، و by measurement المسافة OE هي سرعة الـ VE بالنسبة لـ O تساوي 8.5 meters. ملاحظة: the point E on the vector BP may also obtain it as follow. طريقة ثانية للحصول على الـ BE، تمام. في الـ space diagram BE تقسيم الـ BP يساوي الـ ratio BE تقسيم الـ BP على الـ velocity diagram، وممكن نسحب مباشرة الـ BE تساوي BE في space diagram ضرب الـ BP في الـ velocity diagram تقسيم الـ BP في الـ space diagram. بالنسبة للـ velocity of rubbing، معطى قطر البن في النقطة O يساوي 50 ملم، بالنسبة للبن في النقطة B تساوي 60 ملم، وفي النقطة C في الكروس هيد بن تساوي في النقطة B عفوا تساوي 30 ملم. الـ velocity of rubbing في البن على الكرانك شافت يساوي الـ DO تقسيم 2 نص القطر ضرب سرعة الدوران يساوي 0.47 متر بير سكند، هذا في النقطة O. أما في النقطة B الـ velocity of rubbing تساوي نص القطر ضرب، عندنا هنا سرعتين، سرعة الـ BO وسرعة الـ BP تضاف على بعضها لأنه الـ BO clockwise والـ BP anti-clockwise تضاف على بعضها لأنها بتعلي في الـ rubbing. نص القطر ضرب المجموع يساوي 0.667 5 متر بير سكند. أما بالنسبة للرابينج، velocity of rubbing على البين كروس هيد على النقطة P، نص القطر DC على 2 ضرب سرعة الدوران BPB تساوي 0.051 متر بير سكند.